القبطيه. يتهمونكم ايضا بانكم اختطفتم الثوره التي لم تشاركوا فيها ولم تصنعوها، بل بالعكس كنتم اصدقاء لمباحث امن الدوله. يا راجل يستخدمونكم يا راجل، سيد بلال ميت قبل الثوره بايام. انا صديق لامن الدوله ولا انا دخلت السجن 3 مرات اخرهم سنه كامله. سنة كام؟ سنة 2002 إلى 2003. والمرة الأولى سنة كام؟ سنة 87. 87 وفي مرة في النص بينهم 5 أيام بس. 5 أيام. لكن 87 كانت 40 يوم. 40 يوم. طيب. وغير الاستدعاء. كونك بتخرج يبقى الناس راضيين عنك. يا سبحان الله، عايزني ما أخرجش أبداً يا راجل، حتى ما فيش ذرة حقوق إنسان شوية. يبقى إنسان ليس له جريمة إلا أنه قال كلمة. يخش السجن عدة مرات ويستدعى كل شوية كل أسبوع، واخبر حضرتك. وأظن مبنى أمن الدولة السجنية يشهد. إحنا أولا إحنا جزء من هذه الثورة، الجزء الأساسي اللي قمنا به كان هو جزء الحماية الجبهة الداخلية. إحنا عقدنا مؤتمر قبل سقوط مبارك، ومؤتمر مناصرة الثورة، مؤتمر حاشد كبير جدا، كان في سلفيين مشاركين لم تشاركوا فيها. لا، في سلفيين كتير. وكنتم دائما تقولون لا خروج على الحاكم. حضرتك ده مش احنا، سلفيه ثانيه، سلفيه ولاه الامور. ما انا احترت فين ايه؟ ما انا ماشي. انا انت مش بتتكلم بالدعوه السلفيه، هات لي كلام من حته. انا ممكن اقول لحضرتك حاجه. سلفيه ايه؟ ولاه الامور. ما انا عايز بس اوضح للمشاهد، لان الناس تضع السلفيه في سله واحده. انتوا جبتوا اسامه القوسي عده مرات، ومحمود لطفي عمل عده مرات. هم دول اللي كانوا بيقولوا ان دول ولاه الامور اللي لابد ان نتعبد الله بطاعتهم. انا كانت القضيه بالنسبه لي، انا ما طلعتش في الحلقات الفضائيه ليه؟ كان بيتقال لي تقول ولاة الامور على حسني مبارك كده، تطلع وتعمل لك شو اعلامي. واخبار حضرتك محمود عمر كان بيقول مبارك امير المؤمنين. امير المؤمنين. فقلت له لا، مش هقول ولي الامر، مش هقول ولاة الامور. قال لي طب خلاص خليك قاعد كده. قلت له خلاص ماشي، انا راضي بالمسجد. واخبار حضرتك انا مش عايز اطلع على الفضائيات. انا القضيه بالنسبه لي، فاما حضرتك الخروج على الحاكم، القضيه دي انا ما بثبتش ولايه شرعيه. في ولايه قائمه، يعني اقصد ان في حكم موجود قائم. اثبت ولايه شرعيه لمن يقيم دين الله عز وجل. واخبار هذا مساله الخروج القتال، يعني الانقلابات العسكريه دي مساله مبنيه على لا الخروج المظاهرات مثلا. لا، المظاهرات اصلا احنا خرجنا في عهد البائد في بعض المظاهرات، او اقرنا صحه في فتوى موجوده على مساله مطالبه بموضوع في كمان حتى باقرار مبدا المظاهرات. المظاهرات دي مصلحه ومفسده. المظاهرات دي بس لو بلاقي فيها دماء هتسفك بدون وجه حق، بقى ده اللي انا مرعوب منه. في مقال ليا ادركوا الامه، يا عقلاء الامه ادركوا البلاد قبل فوات الاوان، يوم 26 يناير بقول لهم ادركوا الامر، لان انا كنت مرعوب من مسلسل سوريا، مسلسل ليبيا، واللي كان ممكن يتعرض لولا فضل الله سبحانه وتعالى انه الهم القوات المسلحه انها لا تقبل ضرب المتظاهرين الذي كان يرد ان يطبق بالكثافة الهائلة اللي حصلت في ليبيا وسوريا. ده اللي كان مرعب بالنسبة لي. طيب، بعد الأقباط، استكمالا لسؤال الأقباط، بعد حديث كنيسة القديسين حاولوا اتهامك أيضا بالتورط في هذه المذبحة. أنا أجزم أن هم يجزمون بأننا لا دخل لنا بذلك. احنا نزلنا بيان في هذا التوقيت من احنا عشنا 14 قرن المسلمين مع الأقباط بدون صدام، واحنا موجودين معهم. دول جيراني، دول زملائي في العمل. وخبرك طيب، ولكنك تكفرهم في النهاية. بقول كده ومتمسك بذلك، وده وضوح، لأن البعض يكفرهم ولا يعلن. يعني هقول لحضرتك قصة، يوم 26 يوم 29 يناير ما كانش فيه شرطة، ما كانش فيه الجيش، ملوش تعامل مع الناس. جالي في المسجد أحد الإخوة كريم لو تفتكروا، قال لي المسيحيين في شارع ملك حفني دكاكين بيقولوا إحنا لا في شرطه ولا في جيش، لكن لو الشيخ ياسر الرهاوي قال لنا افتحوا الدكاكين، لان احنا كنا عملنا اللجنه الشعبيه. هنفتح الدكاكين. قلت له افتحوا الدكاكين، وحمايه الدكاكين دي علينا زي ما الدكاكين. طيب، هذه الاسئله تاني بقول ليست تفتيشا في العقول والضمائر، ولكنها مناقشه لافكار يجب ان تعلن بوضوح، لأنه سنحتكم إلى صناديق الانتخابات، وبعد 25 يناير لا إقصاء لأحد. الحجة بالحجة، هذه المناقشة يعني حتى لا يغضب البعض، كان لابد أن أوجه هذه الأسئلة الانتقادية لنفهم كيف يمكن تطبيق شعار إسلامية إسلامية الذي ترفعه الجماعات السلفية،
وجماعة الدعوة السلفية تحديدا كيف نطبقه في الواقع. سألنا الشيخ ياسر إبراهامي عن كيف أو ماذا ستفعلون مع الفنادق والسياحة والبنوك والفن والاختلاط والأقباط، هذه هي القضايا الحياتية الواقعية. هو أجاب حلخص، هو قال الأقباط نتعامل معهم على أنهم كفرة ولكن لهم حقوقهم البشرية يعني والمواطنية وكمواطن جزء من الوطن وجزء من الوطن. السياحة قال أنه السياحة ستكون إسلامية وسيتم إلزام السائحات باحترام التقاليد الإسلامية المصرية، وفي نفس الوقت في الفنادق سيتم منع الخمور والاختلاط. لسه ماشي في الفزاعة يا أستاذ وائل، والاختلاط لسه عايز تعمل ملخص. ولماذا حينما نعلن عن أفكاركم تصبح فزاعة؟ أنا قلت لحضرتك هل أفكاركم تخيف؟ لا، أنا قلت لحضرتك قبل التسجيل لو جبت عدسة وحطيت على عين وكبرت العين دي وخدت الصورة هتبقى صورة، عشان انا قلت حاجات كتيرة كاملة في الشريعة. ما انا بتكلم عن الواقع، احنا اتكلمنا عن الحدود ولسه ما ذكرت، بتكلم عن البنوك، عن الفنادق، عن السياحة، اللي انا قلته عن الفن، عن الاختلاط. ده هي دي حياتنا اليومية. المشكلة ان حياتنا اعمق من كده بكتير واوسع من كده. لا لا لا، دي تعاملاتنا اليومية الواقعية. حينما ترفع شعار الاسلام والحل، البعض يقول لك كيف ستطبق ذلك اقتصاديا، سياحيا، اجتماعيا؟ انا عايز الشمول، هو ده اللي انا بقوله. انا عايز الشمول، مش عايز تجميع الحاجات اللي هتتمنع من حياتكم. حياتكم هتقف. لا، انا بقول حياتكم هتستمر بطريقه طيب. اخرى. هو يتحدث بشكل شامل على انه الشريعه الاسلاميه تشمل كل مناحي الحياه. أيوة. وهي ليست الحدود فقط، وليست الفنادق والسياحه والبنوك، عشان ابقى باكد على هذا. أيوة. الكلام ده جزء. ولكنها حياة متكاملة وتوعية وقيم. وقال حتى يعني انه هيبقى فيه تدرج في ذلك، يعني احنا مش هنصحى الصبح نعمل ده. وطبعا انا بقول هذا الكلام لانه في انتخابات سنحتكم اليها، ويمكن ان تصل الاحزاب السلفية مع الاحزاب الاسلامية الاخرى الى الاغلبية النيابية، وبالتالي من حقنا ان نطرح هذه الاسئلة، ليست تخويفا، ليست فزاعة، ليست تفتيشا. دكتور ياسر إبراهامي، ألف شكر. جزاكم الله خير، شرفتنا. شكرا، الله يخليك.